السؤال الثاني يا عبد العزيز. بس هنا بالنسبة يا شيخ دفتنا على صيام شهر شعبان. طيب وش فيه؟ صامت الكامل يعني من أول الشهر إلى 30. أي يقول بأنها صامت شعبان 30 يوما يا شيخ. لا يجوز صيام شعبان كاملا، يصوم أغلبه ولا يصومه كاملا. لا يصام شهر كامل إلا رمضان، ورؤيا أيضا شهر الله المحرم، لكن الفرض لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. لكن كونها تصوم من شعبان أو تصوم أغلب شعبان هذا مستحب، ولها في ذلك الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يصوم أكثر شعبان. نعم.